لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو في المدحرة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق إنسان من علق إذا زلزلت الأرض زلزالها فأرجت أثقالها فالعاديات لبها فالموريات صبحا القارية ما القارية وما أدراك ما القارية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين عملوا الصالحات فتحاصوا بالحق وتحاصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تجر كيفه في تضليل إلى في قريش إلى فيهم رهلة الشيطان والصعيد أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي الذي إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر قل يا أيها الكافرون لا تعبدوا ما تعبدوا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن نفاثات في العقد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس والناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم